النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا أي مكان تنزل فيه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي سوق تشرت أم لارو سواء كان نزلت في بستان في غابة في كهف في بحر في بر بحر للاري باغ للاري كم غارة وسوري للاري وجه للاري تقول دا بواي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء يعني لا يضره شيء من الأشياء الضارة نعم لا جن ولا عقارب ولا حياة ولا غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كل جدا هو إنه زرر شيء نديت بالقول زرر نشير سوالك أغا بيرياندي كغا ماراندي أو كلا نماناندي وكارش حتى يرحل من منزل ذلك يعني مجر منذ أن ينزل إلى أن يذهب تردي بوري شغدا أغا زين اللارش يعني مجرد شكر يوزيت اللارو دا دعايو ترتلو بوري أغا تسوق زرر نشير سوالك قال القرطبي رحمه الله الإمام القرطبي إمام قرطبي رحمه الله فرماي يقول جربت ذلك جرب هذا الدعاء دائما يقول هذا الدعاء ولا يضره شيء فرماي ما دخل التجربة كده ده همشي ده بار ما ده دعاء ولي ده شيء ضرر نذر لكنه نسي يوم من الأيام ودخل إلى منزله ولم يقل الدعاء لكن يوم رزها قبل كورت ده النكيجة وده دعاء ونهيريج نيوي قال فلدقتني عقرب ويجي كل ذا دانا شو من لرم وشي شلم نحرص على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نبكار ذا شي كم أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة أغيب عند اهتمامه أذكار الصباح أذكار المساء دسار أذكار ده ما خام أذكار أذكار أدبار الصلاة المفروضة الخمس هذا أذكار شي أغيب بنزب فرز من زون نروس تولكي أذكار عند النوم عند الاستيقاظ دخوب بوخكي دخوب نفاسدو بوخكي عند دخول المنزل دكور تدنا كيدو بوخكي عند السفر سفرك عند ركوب السيارة فقاري كذا كناستو عند الطعام تسمي دروتي بوخك بسم الله ويل وإذا نسيت تقول عندما تذكر بسم الله أوله وآخره تكلا دنا هيرا شو دريادة شو نبياه بسم الله أوله وآخره وعندما تفرق تحمد الله سبحانه وتعالى أو كذا ختمي ختم شروتي بدل الله حكم بو كذلك حمد بابا يعني كذلك إذا عند العطاس تقول الحمد لله ام دغرانك تكلسو كنتش اوكي اغي سر الحمد لله وعندما اسمع هذا يحمد الله سبحانه وتعالى اقول له يرحمك الله او تكل زوارم تاغي الحمد لله اولين زبور تمتي يرحمك الله ثم يجيب هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يا بقى جواب راكي ويبتي يهديكم الله ويصلح بالكم عند الريح ده هوا بوخي تقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من هذه الريح وخير وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به يعني يحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أم ده غرانجي ده بات بوخي هوا سخت هوا تراو ده ذكر شوي دعاء بداوي المهم مختصر ذاتي كم ذكر وذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم نواردي باغي ما نبات حفاظت أو اهتمام وشي يجتنب الأذكار المبتدعة الضعيفة الباطلة مدغ رنجي كم أغا أذكار ودعاقاني أغا ضعيف دي باطلي دي داغين الزان سات البكار دي أذكار أدبار الصلوات المفروض الخمس هغا دعاقاني أغا بينزه فرض من زنه رست دي لا يوجد عندنا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأكثر من 100 مرة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نداس ذكر ندى ثابت يا غدا السلزل ونديري فهذا الذي يقول عندي ذكر من 1000 مرة كذا هذا كله ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كم خلق شويش ده فلاني شيء سلزل ده فلاني زرزل ده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نثابت نبي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباع الباطل باطل ورزقنا اجتنابه والله أعلم ده الله ندى دعاك وجل الله رب العالمين حق روخي ده غير اتباع توفيق راكي أو مدغرنج باطل روخي ده غير ده الركيدو توفيق راكي والله أعلم نعم.